أهلا بكم، نشرة رئيسة لأهم الأنباء نبدأها بأهم ما فيها. في ذكرى ميلاد المسيح صالح يدعو للوحدة والإصلاح، والخنجر يؤكد قرع أجراس الكنائس يعيد التعايش السلمي. تزامناً مع ذكرى الميلاد، عبد المهدي ورئيس وزراء الفاتيكان يبحثان في بغداد العلاقات الثنائية. أكثر من 115 ألف عراقي بين شهيد وجريح منذ 2012، تقول الأمم المتحدة. ونتابع أيضا، بسبب الفشل الإداري العراق يفقد آلاف الأطنان من الذرة الصفراء. أهلا من جديد. أحيا آلاف العراقيين من أبناء الديانة المسيحية في بغداد العاصمة والعديد من المدن ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام. الاحتفالات جاءت خلال قداس مركزي أقيم في كنيسة مار يوسف في بغداد وأربيل والموصل وكركوك والبصرة ومدن عراقية أخرى. ويأمل العراقيون أن تكون ذكرى أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الجديدة فاتحة خير وسلام وأمان على العراق والعراقيين، وأن تكون خاتمة للمشكلة والصراعات والحروب والمعاناة في مختلف الجوانب. نعايد الجميع بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ونتمنى لهم الصحة والعافية والسلام والأمن للبلد كله. توجه كافة تهاني وتبريكات إلى الشعب المسيحي وإلى كل الشعب العراقي بهاي المناسبة، ونتمنى يا رب يعم الأمان والسلام على عراقنا الحبيب، ويصير التعايش السلمي دائما يا ربي، هو هذا طموحنا، وأنه يرجع كل نازح إلى مكانه. انتهز هذه الفرصة وأقدمها إلى كافة الشعب العراقي وإلى كل دول العالم بأسره، حتى يعيشون محبة وأخاء وتعاون، وإن شاء الله ماكو تفرقة بيناتنا كلنا. نهني الشعب العراقي كله، كل قومياته، هو مو بس هذا عيد المسيحيين، عيد كل العراقيين، ونتمنى الخير والأمن والسلام لهالبلد اللي عانى وما زال يعاني. فإن شاء الله عيد سعيد للجميع، كل عام والجميع بالخير، واتمنى لهم كل خير وسعادة بوطننا، وإن شاء الله كلتنا نجتمع على المحبة وعلى المحبة والسلام. ودعا رئيس الجمهورية برهم صالح خلال مشاركته بأعياد المسيحيين إلى المزيد من الوحدة بين العراقيين، وأكد ضرورة بناء الوطن على أسس صحيحة تعتمد قيم التسامح والعدل والإصلاح وحكم القانون، مشيرا إلى أن المسيحيين واجهوا قسوة الإرهاب بالصبر والعطاء والمزيد من الارتباط مع بلدهم. فهذه رسالة الوحدة التي أحملها كرئيس جمهورية العراق، وأقدمها لكل العراقيين بمختلف دياناتهم وأجناسهم وأنسابهم. إنها رسالة معنية بقضية الإنسان والمواطنة، وبسعينا لبناء وطننا على أسس صحيحة تستند إلى قيم التسامح والعدل
والإصلاح وحكم القانون والمساواة أمامه. وإذ أهنئ العراقيين جميعاً بمختلف مكوناتهم، فأنني أخص بالذكر منهم الإخوة والأخوات المسيحيين الذين أثبتوا مرة بعد أخرى أنهم أتباع حقيقيون للسيد المسيح ولمبادئه في المحبة والسلام، وذلك بمواجهتهم قسوة الإرهاب بصبر وتضحيات وعطاء كبير، وبل بمزيد من الارتباط وشد الأواصر مع بلدهم وشعبهم. صالح شدد على ضرورة حماية التنوع في العراق من خلال تشريع القوانين التي ترفض خطاب الكراهية وتعاقب مرتكبيه، مؤكدا الحاجة الماسة لإنهاء مأساة النازحين في المخيمات، لافتا النظر إلى أهمية أخذ رجال الدين دورهم الحقيقي في تعزيز الوحدة ونشر ثقافة التسامح ومحاربة الأفكار المنحرفة. علينا أن نسعى لإغناء هذا التنوع ونحميه، وأن نتمسك به وأن نعززه بالقوانين والتشريعات التي ترفض خطاب الكراهية وتعاقب مرتكبيه. نغنيه بتواصلنا قيادات ونخبا، وبعملنا المستمر نتمسك به لأنه من أهم معالم قوتنا وعمقنا عبر صفحات التاريخ. عام جديد سيطل علينا وأبناؤنا يعانون في مخيمات النزوح، واللاجئون يأملون أن يعودوا إلى ديارهم. لا يمكن أن نشعر براحة وطمأنينة وأبناء وأرامل شهدائنا لم يأخذوا حقوقهم لتأمين معيشتهم بكرامة وعزة. لا يمكن أن نشعر براحة وسكينة وأبناؤنا من الإيزيديين والمسيحيين والشبك والكاكائية والمكونات الأخرى مهجرون من منازلهم ومدنهم. وهنأ رئيس تحالف المحور الوطني الشيخ خميس الخنجر المسيحيين في العراق والعالم بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام. وعبر الخنجر في بيانه عن سعادته الكبيرة برؤية الكنائس تدق أجراسها من جديد في القرى والمدن المحررة، والتي تعيد لحن السلام والتنوع والتعايش السلمي إلى مناطق عاشت لقرون في تآخ وسلام، معربا عن أمله في أن يعم الأمن والاستقرار ربوع بلاد الرافدين. للعام الثاني على التوالي احتفل المسيحيون في محافظة نينوى بعيد الميلاد المجيد بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات، وسط دعوات بأن يحل الأمن والسلام ويعود النازحون والمهجرون إلى ديارهم من جديد. خير علينا وعلى العراق كله، وعلى المسلمين والإسلام وأمة محمد وعلى المسيحيين كافة. بهذه الكلمات المعبرة عن عمق العلاقة بين أطياف نينوى، قدم المسيحيون العائدون إلى مناطقهم في قضاء الحمدانية تهانيهم بالميلاد المجيد. عيد ثاني يحييه المسيحيون والآمال تملأهم بعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم. هذا العيد الثاني نحن مستقرين في هذه المنطقة وما لاحظنا أي شيء من رجوعنا لحد الآن. أما عندنا قسم من الأخوان ما راجعين، يجي يوم يرجعون إن شاء الله بعد ما أخذوا بعض الأفكار الغير صحيحة من بعض الناس، ولا بد أن إحنا نرشدهم ويستقرون ويرجعون لمنطقتنا بعون الله. رسالة سلام ومحبة أطلقها المسيحيون من مذابح كنائسهم في الموصل، مؤكدين فشل داعش في زرع الفتنة والطائفية، وأن الأواصر الاجتماعية بين الموصليين أقوى من أن ينال منها الإرهاب. احنا نريد السلام قبل كل شيء، السلام والطمأنينة والتوافق ولم الشمل بين طوائف الشعب العراقي. احنا الفكرة السائدة والفكر المتطرف السائد من هزيمة داعش، وهذه بدأ هذا الفكر يزول. زهور وشموع وقناديل وأجراس طغت على مظاهر الدمار التي لا تزال منقوشة على جدران الكنائس في الموصل،
صورة تعكس واقع مناطق سحقها الإرهاب لوهلة من الزمان دون أن ينال من عزيمة أهلها. في بغداد العاصمة، وتزامنا مع ذكرى ميلاد السيد المسيح، استقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رئيس وزراء دولة الفاتيكان بيترو بارولين والوفد المرافق له. وأكد عبد المهدي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء أن المسيحيين العراقيين مكون أساسي من المكونات العراقية، وأنهم من أساسيات الحضارة العراقية، وبيّن أن المسيحيين تعرضوا للاضطهاد والاستهداف من قبل الإرهاب والتطرف كبقية إخوانهم العراقيين، مبدياً حرص الحكومة العراقية على العمل من أجل إحلال السلام والأمن بين جميع العراقيين. ووجه عبد المهدي دعوة لبابا الفاتيكان لزيارة العراق قريباً. العراق كان دائما لديه نسيج ديني واجتماعي متعايش، ومسيحيو العراق هم سكان أصلاء من هذا الشعب العراقي، وهم جزء طبيعي وجزء ثري ومثري للحضارة العراقية وللواقع العراقي. نعرف جميعا أنهم تعرضوا للاضطهاد والمآسي على يد الإرهاب وعلى يد داعش وعلى يد التطرف والأفكار المتطرفة. شأنهم شأن بقية إخوانهم، لكننا جميعا عازمون على العمل سويا لإحلال السلام والمحبة والأمن بين مكونات الشعب العراقي. من جهته، دعا رئيس وزراء دولة الفاتيكان بيترو بارولين العالم أجمع إلى العمل من أجل إحلال السلام والأمن، ويكون التسامح أساساً للتعامل بين الجميع لإنهاء المشكلات التي تواجه المجتمعات. إن قداسة البابا دائما ما يذكرنا بأن قوة السيد المسيح لا تكمن في السلطة أو الثروة، إنما بقوة الحب التي يمنحها البلاد الجديد. فهو الميلاد الذي يحصل فيه العفو عن الخطايا والتسامح والتصالح، وهو الميلاد الذي يحول الشر إلى الخير. إن عيد الميلاد هو احتفال للجميع، وهو رسالة موجهة لكافة البشر الطيبين. فنحن كمسيحيين ومسلمين مدعوون لإزالة ظلام الخوف والكراهية من خلال الأفعال والأقوال المضيئة، لنزرع بأيدينا بذور السلام والحقيقة والحرية والحب. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية. نتسلم اليوم مهامنا الرسمية بعد نيل حكومتنا ثقة ممثلي الشعب العراقي. العراق الديمقراطي اليوم لا يدار بأسلوب الانقلابات. تحت قبة البرلمان صوت مجلس النواب على اختيار شيماء الحيالي وزيرة للتربية ونوفل بهاء وزيرة للهجرة والمهجرين، بينما أجل استكمال التصويت على بقية الوزارات لحين حصول توافق سياسي. وخلال جلسة عقدها البرلمان الاثنين تضمنت عرض أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اختيرت شيماء الحيالي وزيرة للتربية بعد حصولها على غالبية أصوات أعضاء البرلمان، بينما صوت المجلس على اختيار نوفل بهاء وزيرة للهجرة والمهجرين. وسيؤدي الوزيران اليمين القانونية في الجلسة المقبلة للبرلمان.
المرشحة لوزارة التربية السيدة شيماء خليل عبد الله نجم لحيالي، أطلب التصويت. الموافقة حاصلة. أطلب التصويت على مرشح وزارة الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى لوزارة الهجرة والمهجرين. تصويت. الموافقة حاصلة. ورفض مجلس النواب الموافقة على اختيار مرشح وزارة الدفاع فيصل الجربة لعدم حصوله على الأصوات الكافية، بينما دعا رئيس البرلمان كتلة الإصلاح لتقديم مرشح بديل بعد رفض الجربة. مرشح وزارة الدفاع السيد فيصل فنر الفيصل الجربة، أطلب التصويت. لم تحصل الموافقة. لم تحصل الموافقة. أكد نواب قيام كتل سياسية داخل قبة البرلمان بمواصلة ضغطها على الرئاسة وفرض الإيرادات على بقية الشركاء السياسيين، موضحين في تصريح لقناة الفلوجة أن فوضى كبيرة حدثت بعد عرض اسم الفياض للترشيح لوزارة الداخلية. حدثت ما يشبه بالفوضى داخل المجلس، أعداد كبيرة من النواب توجهوا إلى هيئة الرئاسة أو على المنصة للاعتراض على قرار التصويت أو نتيجة التصويت، لذلك ارتأى السيد رئيس المجلس بأن يتم تأخير هذا الموضوع وتقديم محور آخر للمناقشة، وهو كان طبعا محور الموازنة. وعندما أراد السيد رئيس الجلسة بعرض هذه الأسماء للتصويت أحدثوا مشكلة سائرة داخل قبة مجلس النواب العراقي، وأجبروا هيئة الرئاسة على رفع الجلسة وعدم التصويت عليها. ونتيجة تسبب عدد من النواب بفوضى في أثناء فقرة التصويت على استكمال الكابينة الوزارية، وجهت رئاسة مجلس النواب بإحالة نواب إلى لجنة السلوك النيابي لإخلالهم بالنظام الداخلي للجلسة. هنالك مشاورات في رئاسة المجلس لإحالة بعض النواب إلى لجنة السلوك النيابي بما يتعلق بالإجراء الذي حدث. نعم، حق الرأي مكفول لكل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ضمن الأطر الدستورية وضمن الأطر القانونية وضمن النظام الداخلي. فيما لو هنالك تجاوز على النظام الداخلي في طريقة إبداء الرأي، سيكون لرئاسة المجلس رأي في إحالة من يتجاوز على النظام الداخلي وعلى الجلسة وهيبة الجلسة، وسيكون رأي أيضا للجنة السلوك النيابي يطرح على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب. حذرت عضوة مجلس النواب النائب ماجد التميمي من خلل في الموازنة للعام المقبل، وفي معرض اعتراضها على مشروع الموازنة المقدم للبرلمان قالت النائب إن ربط الموازنة بسعر برميل النفط سيسبب عجزا في الموازنة في حال انخفاض الإيرادات النفطية، كما أشارت إلى وجود مشتريات وهمية في نفقات الدولة. الموازنة غير متوائمة ولا منسجمة مع البرنامج الحكومي، يعني الموازنة في طريق والبرنامج الحكومي في طريق آخر. كل الخبراء تقاريرهم تقول أن هناك انخفاض في أسعار النفط، ربما يصير مثل عام 2014 هبوط في أسعار النفط عندنا، فكيف أبني الموازنة على 56 للبرميل الواحد؟ نذهب إلى تقليل النفقات. تقليل النفقات شيء بسيط، ليش؟ لأنه جل النفقات اللي بالدولة وأنا مراقبتها، مشتريات مثلا، هي مشتريات وهمية تدخل مخزن بشكل وهمي فقط على الورق، أي لا شراء فقط على الورق، وإنما هناك صرف فعلي دون شراء حقيقي. وبشأن أزمة مجالس المحافظات، رفضت رئاسة الجمهورية المصادقة على كتاب من مجلس محافظة بغداد يطالبها بتعيين فاضل الشوالي محافظا للعاصمة، بينما لم تصادق الرئاسة على انتخاب المحافظ الجديد فلاح الجزائري لوجود كتابين صادرين عن المجلس محلت القرار الفصل فأحالت عفوا القرار الفصل إلى مجلس القضاء. وحسب وثيقة سرية وشخصية
شخصية صادرة عن رئاسة الجمهورية وموجهة إلى مجلس بغداد. أكدت أنها لاحظت وجود مرشحين في جلستين مختلفتين، مبينة أن ذلك يقتضي ضرورة البت في قانونية الجلسة الأولى، مطالبة مجلس بغداد بمراجعة القضاء للتحقق من قانونية الجلسة الأولى ليتسنى لها معرفة بيان صحة انعقاد الجلسة وانتخاب المحافظ. وفي أول رد لمجلس بغداد على قرار رئاسة الجمهورية، وصف عضو المجلس سعد المطلبي القرار بالخطر جدا، لافتا النظر إلى أن موقف الرئاسة جاء تحت ضغط كتلة سياسية لتأخير استلام المنصب من المحافظ الجديد. وقال المطلبي إن الكتاب الصادر من رئاسة الجمهورية فيما يخص التحقق من قانونية جلسة انتخاب محافظي بغداد موقع من مدير مكتب رئاسة الجمهورية، ولا يعلم المجلس إذا كان يعبر عن رأي رئاسة الجمهورية أو المكتب، موضحا أن الرئاسة وضعت الكتلتين المتنافستين وجها لوجه، وهذا يصعد الوضع المتأزم في المجلس. أما الآن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد العاصمة رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي. أهلا بك دكتور واثق. إذا تم تمرير اثنتين وبقي الثلاث، حكومة وصفت حتى اللحظة بحكومة التقسيط، حكومة المراحل، حكومة التنقيط، حكومة التقطير وما إلى ذلك من أوصاف، آخرها ربما ناقوط الحب. شكرا، مساء الخير علي استاذه وعلى المشاهدين الكرام. نعم، حكومه التقسيط وحكومه بالقطاره في وضع الكتل السياسيه بالانتخابات وعدت ان المشهد سيكون مختلف هذه المره، سيكون وضع افضل، ستمرر حكومه كامله. ما شاهدنا الى الان التاخير الذي لم يسبق له مثيل، وبالتالي هناك صعوبات بالغه في المرحله القادمه. لاكو الذهاب الى الديمقراطيه انه التصويت يكون وبالتالي يكون الحال، أو ستكون هناك حالة الفوضى التي تختلق في داخل قبة مجلس النواب، أو كسر النصاب والتواجد في كافتيريا مجلس النواب. العراق عنده تحديات كبيرة قادمة أهم من هذا الأمر، لكن يبدو الكتل السياسية لا تعي هذا الخطر داخليا وخارجيا، على مستوى التظاهرات، الميزانية، انخفاض أسعار النفط، الانسحاب الأمريكي من سوريا، العقوبات على إيران، كل هذه التفاصيل العراق سيكون مفصل مهم فيها، لكن يبدو أن المنصب هو الأهم في العراق. نعم. طيب دكتور واثق، ما المتوقع للوزارات الثلاث الشاغرة؟ يعني خاصة أن فوضى كسر النصاب يعني تستخدم من قبل الكتل السياسية، بعض الكتل السياسية في إشارة على اعتراضها مرشحين مقدمين من هذه الكتلة أو تلك. المتبقيات الوزارات المتبقية تدل حجم الصراع الشيعي الشيعي والسني السني والكردي الكردي، ويبدو أن المهمة صعبة جدا للسيد عادل عبد المهدي في تنوير الأمر، لسبب أنه ربما أحد الوزارات الموجودة أو أغلبها ربما إذا دخلوا إلى قبة البرلمان سيكون تصويت بالأغلبية ويمررون بسلاسة، لكن هذا الأمر لن تقبل به الأطراف الأخرى، وهذا ما سيصعب المهمة. بالتالي سيكون الحل بالنسبة للثلاث وزارات القادمة هو كسر النصاب وعدم الدخول إلى الجلسة. نعم، يعني إذا متوقع لها أن تدار بالوكالة يعني إلى أجل مسمى. نعم. أستاذة سودد، السيد رئيس الوزراء وعد الشارع العراقي وعد الكتل السياسية 6 أشهر لن تكون هناك وكالات، لكن يبدو أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه بأي شكل من الأشكال. 22 وزارة ما قدرنا نحقق هذا الأمر، كيف بالمناصب الكبيرة والكثيرة الموجودة بالدولة العراقية على مستوى الهيئات المستقلة، الوكلاء، الوزارات، السفارات، مدراء عامين، دولة تعمل بالوكالة، وبالتالي في ظل المحاصصة والتقاطعات الأمر صعب للغاية. خاصة أيضا أن الصراع برز هذه المرة فيما يتعلق بمجالس المحافظات، يعني الحكومات المحلية، وربما تابعت معنا ما يعني وقفنا عنده في هذه النشرة ما يتعلق بكتابين صادرين من يعني مجلس محافظة بغداد إلى رئاسة الجمهورية، وأحالت بدورها الرئاسة الأمر إلى القضاء للبت فيه.
المجلس المحافظات أصبح آلة على الدولة العراقية وهم على المواطن العراقي، لا توجد نتاجات بها سوى الأزمات. أنا راقبت خلال 4 سنوات كل مجالس المحافظات، كان أما تبديل المحافظ أو رئيس المجلس. الآن عندنا شيء جديد أنه أكثر من محافظ، ولو كان الأمر أن بغداد تدار بمحافظين، واحد للرصفة واحد للكرخ، على أساس ماذا يقدم إلى بغداد التي تغرق في النفايات والأوساخ والمشاكل لكان أمر مقبول. لكن أن يكون صراع سياسي واحتدام سياسي ويصل الأمر إحالة الموضوع إلى القضاء، أكيد هذا الأمر محبط للمواطن العراقي. نعم. في ظل تقاطعات، وهذا الأمر ممكن نشوفه بالبصرة وشفناه بالنجف وربما في محافظات أخرى. نعم، وأيضا برز مقترح يعني نواب المحافظات لإدارة يعني محافظاتهم، لإدارة تحديدا مجالس المحافظات في محافظاتهم. يعني أيضا ما رأيك بهذا المقترح؟ عامل حل أم عامل أزمة جديدة؟ مجالس المحافظات لا اكيد عامل ازمه. يعني انا كتبت يعني احدى الاوراق قبل يومين ورفعتها حول رؤيه حول موضوع مجالس المحافظات. يعني هناك من ينادي بالغائها، الغائها قد يكون صعب لان هاي ماده دستوريه، الماده 22. لكن اكو مقترحات ان يكون هناك محافظ فقط بدون مجلس محافظه، او ان نعمل باداره كما موجوده في كثير من الدول منها تركيا، ان يكون هناك رئيس بلديه منتخب لكن بصلاحيات خدميه وليست سياسيه. قد يكون الحل الافضل من اجل معالجه الوضع المتردي للمحافظات. نعم، يعني ايضا افتتحت حديثك دكتور واثق بجزئيه تتعلق بالموازنه او الملفات المهمه والتحديات المهمه، ما يتعلق بالموازنه وايضا انخفاض اسعار النفط، وموازنه بنيت ربما على سعر برميل النفط الذي يقترب او يتجاوز 56 دولارا، بينما يعني اسعار النفط تشهد انخفاضا كبيرا ومتوقع لها ان تنخفض اكثر. الميزانية أيضا عامل مرعب بالنسبة للمواطن العراقي. الدولة الوحيدة من 2003 إلى الآن في العالم عندنا مشكلة عويصة اسمها الموازنة، وأزمة كبيرة. في 2014 العراق الدولة الوحيدة بالعالم ما مرر ميزانية، وبقينا بدون ميزانية وبدون حسابات. وتحديدا هناك من يطرح هذه النقطة عفوا، يعني أشكر لك أنك وقفت عندها دكتور واثق. نعم. يعني سيناريو 2019. نعم. يعني سيكون مشابهة لسيناريو 2014 ممكن، وأيضا قد تكون كما حدث في إحدى الدورات عندما في ظل أزمة الثقة تم التوافق على تمرير قانون للسنة وقانون للشيعة وقانون للكرد، أحد الميزانية والآخر مجالس المحافظات والآخر قانون الانتخابات بسلة واحدة. أنا أعتقد الصراع قادم، الكرد عندهم مشاكل، السنة عندهم مشاكل، الشيعة عندهم مشاكل، وبالتالي هاي أزمة مضافة للسيد عادل عبد المهدي. طيب، لا يفوتنا أيضا أن نقف عند الانسحاب الأمريكي من سوريا المجاورة ومدى التحدي يعني أمام العراقيين لملء ذلك الفراغ، خاصة أن العراق أعلن استعداده حقيقة لدرء الخطر المحتمل من سوريا المجاورة. أعتقد هذا الأمر من المشاكل الخطرة والجمة في المرحلة القادمة، حتى في ظل وضع انقسام سياسي في العراق، أحدهم يرحب والآخر يرفض، أحدهم يقول أن هناك مشكلة ستحدث بعد الانسحاب والآخر يقول لا. أنا أعتقد هناك مشكلة حقيقية، أن الحدود العراقية السورية غير مؤمنة من الجانب السوري، بالتالي إذا انسحبت القوات الأمريكية هل ستكون صفقة بين الحكومة السورية والتنظيم كما حدث في السابق بإرسال من الحدود العراقية، أو ينسحب التنظيم باتجاه الحدود العراقية، وهذا الأمر سيشكل مشاكل خطيرة للقوات العراقية اللي تحتاج تعزيز في هذه المناطق، أو هناك أنفاق وأمور أخرى قد تحيي الخلايا النائمة. أعتقد نحن بحاجة إلى خلية أزمة تعالج هذا الأمر وتخرج قرارات مع مصلحة الوطن وليس مصالح دول أخرى. نعم، أمس ذلك واضح. الرئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد العاصمة.
أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق ينامي مقتل وإصابة أكثر من 115 ألف شخص في العراق منذ نهاية عام 2012 وحتى شهر كانون الأول من عام 2018. وأظهرت إحصائية نشرها موقع البعثة على الإنترنت مقتل 39373 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 76333 شخصا. وكان شهر تشرين الثاني الماضي قد شهد أقل حصيلة من الضحايا في 6 سنوات، حيث بلغ إجمالي القتلى والجرحى 114 شخصا. استشهد وأصيب 14 شخصا بتفجير سيارة ملغمة وسط قضاء تل عفر شمال غرب الموصل. وقال مراسلنا أن سيارة ملغمة كانت مركونة على جانب الطريق في دورة رأس الجادة وسط تل عفر انفجرت، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة. وحصلت الفلوجة على تسجيل يظهر آثار التفجير الإرهابي المذكور. Çatlamamış gelaydır ya da indi indi çıxadı. Nərə biləcək şimdi bu? Çəkmələ şaur ilə. في كركوك أقدم تنظيم داعش في ناحية الرشاد جنوب محافظة كركوك على اختطاف أكثر من 10 أشخاص واقتيادهم إلى جهة مجهولة مع عدد من الآليات الزراعية. وحسب مصادر أمنية فإن المختطفين جلهم من الفلاحين وقد اقتيدوا إلى مكان مجهول مع 3 آليات زراعية. وتأتي العملية بعد ساعات على اختطاف التنظيم 3 مواطنين آخرين خلال هجوم شنه على قرية ضمن حدود مدينة داقوق جنوب المحافظة. أعلنت فرقة العباس القتالية المنضوية في تشكيلات الحشد الشعبي الشروع بإنشاء ساتر ترابي وخندق على الحدود الغربية لمدينة كربلاء. وقالت الفرقة أن الخندق يمتد لنحو 85 كيلومترا ويقصد منه منع الإرهابيين من التسلل باتجاه محافظة كربلاء للقيام بأعمال تخريبية، كما يستهدف الخندق منع التحركات غير المشروعة من قبيل التهريب وغيره. وأضاف البيان أن الجهود الهندسية كافة التابعة للفرقة وضعت في حالة استنفار لإتمام ذلك العمل بأقصر فترة ممكنة، مشيرا إلى أن ذلك تم بالتنسيق مع القيادات العسكرية وغرف العمليات العليا في الجيش. كشف تقرير بريطاني عن انقسام واضح داخل الإدارة الأمريكية بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع البنتاغون على خلفية قرار ترامب سحب القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا وإعادة نشرها في العراق. التقرير الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أوضح أن استعجال ترامب بإخراج وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس من منصبه وإحلال باترياك شانهان محله بالوكالة قبل شهرين من الموعد المحدد قد ينذر بأزمة بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع. الصحيفة سخرت أيضا من قرار ترامب المستعجل والذي يأتي مع عطلة أعياد الميلاد ووصفته برد الفعل الانتقامي. أثار الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية مخاوف أمنية كبرى لدى المواطنين الأنباريين، بينما تعمل جهات أمنية على طمأنتهم حتى اللحظة. التفاصيل نتابعها في التقرير الآتي. قرار مفاجئ اتخذته الحكومة الأمريكية يقضي بسحب قواتها من الأراضي السورية المحاذية للعراق. مواطنون أنباريون أبدوا خشيتهم من هذا القرار المتسرع
على حد وصفهم، وأكدوا أن القوات العراقية غير قادرة على سد الفراغ الأمني في المناطق الصحراوية الشاسعة، فيما عبر آخرون عن ثقتهم بالأجهزة الأمنية المنتشرة في المناطق الحدودية المتاخمة لمحافظة الأنبار. طبعا راح يشكل تهديد وخطر كبير جدا على محافظة الأنبار، خصوصا إذا ما علمنا أن المساحات الشاسعة في غرب الأنبار لا تستطيع أن تسدها القطاعات العراقية بصورة كاملة، فيجب على الحكومة العراقية أن تنتبه لهذا الأمر الخطير وأن تسد جميع الثغرات الموجودة. عندنا ثقة بقواتنا الأمنية من الجيش العراقي وكافة صنوف القوات الأمنية، فأحنا نقول للحكومة العراقية يجب أن تعزز المنطقة بقوات الجيش أكثر. حكومة الأنبار المحلية أكدت أن القوات الأمنية بمختلف صنوفها تفرض سيطرتها على الحدود الدولية المحاذية لسوريا، وتتمتع بمعنويات عالية أمام انكسار عناصر تنظيم داعش الذي يتلقى الضربات العسكرية بشكل يومي. خلايا موجودة في داعش، وهناك جهد أيضا داعش وتحرك في داعش في بعض المناطق المجاورة للحدود العراق ثم حدود محافظة الأنبار، وبالتالي حقيقة نعتقد أن لا يؤثر إن شاء الله، بسبب أنه هناك القوات الأمنية متماسكة، القوات الأمنية حقيقة تعمل بشكل صحيح، وهناك تنسيق عالي مع قوات العمليات الجيش وكذلك الشرطة وكذلك عمليات الحدود. قيادة التحالف الدولي أكدت أن الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية لا يعني أن المنطقة ستخلو من توجيه ضربات جوية لعناصر داعش، فيما أوضحت قوات سوريا الديمقراطية أن خطر الإرهاب ما زال قائما، وأن الانسحاب قد يساعد على عودة التنظيم إلى المنطقة من جديد. من الأنبار باسم الأنباري، قناة الفلوجة. أمنيا أيضا، أزالت قوات الدفاع المدني في محافظة ذي قار أكثر من 5000 قطعة متفجرة حربية، بينها قنابل هون وصواريخ وألغام منزوعة أو متوزعة في مناطق المحافظة. مديرية الدفاع المدني في ذي قار قالت إن عملية الإزالة نفذتها فرق متخصصة وباستخدام أجهزة حديثة، وإن أعمال الرفع والإزالة شملت مناطق تل اللحم والخميسية وجنوبية البطحاء، فضلا عن المناطق المحاذية للأهوار. كما أكدت المديرية أن تلك الجهود تأتي في إطار توجه المحافظة نحو توفير مساحة مناسبة للزراعة والاستثمار. باشرت مديرية الدفاع مدينة ذي قار بإزالة المخلفات الحربية في المحافظة. هذه المخلفات متعددة الأشكال والأحجام. عدد المخلفات الحربية التي تم إزالتها حتى يومنا هذا 5251 مقذوف حربي. هذه المقذوفات متنوعة الأشكال والحجام، منها مقذوفات طائرات، مقذوفات ألغام، مقذوفات متساقطات جوية. طبعا هذه المقذوفات أغلبها هي نتيجة للحرب العراقية الأمريكية التي جرت على العراق عام 2003، ولحد هذه اللحظة فرق الدفاع المدني باشرت بإزالة هذه المخلفات. نحن نسعى أن نجعل هذه المحافظة محافظة أمن مستقرة باستقطاب الشركات الأجنبية، وجهد الدفاع المدني جهد متواصل من أجل إزالة كافة المخلفات الحربية وجعل هذه المنطقة منطقة آمنة ومستقرة. خدميا، كشف وزير الكهرباء لؤي الخطيب عن 5 مشكلات تعاني منها الكهرباء في العراق. حسب الخطيب فإن الكهرباء تعاني من مشكلات في الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية، إضافة إلى مشكلة في ثقافة الاستهلاك، وشدد على أن جميع تلك المشكلات تحتاج إلى معالجات سريعة قبل حلول فصل الصيف، مؤكدا على ضرورة أن ينعم المواطن بكهرباء مستمرة ومستقرة. واصل مالكو الفنادق في محافظة كربلاء حملة مقاطعة التعامل مع الحكومة، وفي تظاهرة أمام غرفة تجارة المحافظة جدد المحتجون تأكيدهم على مطالبهم. رابطة فنادق ومطاعم النجف التي تنظم ذلك التحرك قالت إن سياسات الحكومة تجاه السياحة غير مجدية وتسبب ضررا على كامل القطاع في البلد ومحافظة كربلاء والنجف بشكل خاص، وطالب المتظاهرون بتسهيل إجراءات الدخول والفيزا وخاصة للسائحين من دول الخليج العربي. هذه الوقفة الأولى
ستتبعها وتليها وقفات في النجف وفي الكاظميين، وبالتالي من الضروري بمكان أن نحتاج إلى حزمة من الإجراءات التي تدفع وتنتشر القطاع السياحي من هذا الركود والسبات لحين أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية والسياحية في العراق. اليوم أصحاب الفنادق وبعض الكسبة والتجار يقومون بالتظاهر من أجل المطالبة بالحقوق سلبت منهم وإجراءات وأساليب اتبعت وأدت بالتالي إلى تقليل عدد السياح في مدينة كربلاء والمدن السياحية والمدن الدينية. هذه الإجراءات أهمها هي استحصال الفيزا. استحصال الفيزا صار أصعب بكثير من قبل، الموافقات الأمنية تتأخر لمدة أسبوعين من وزارة الداخلية، المبلغ ده يصعد، مبلغ الفيزا الرسمي 40 دولار ده يوصل إلى 110 دولار فما فوق، الزائرين ده يذمرون كثيرا، الطرق تقطع في الزيارات بطريقة بحيث يعاني منها الزائر للوصول للفندق. سبب وقفتنا اليوم هو الوضع السياحي المتردي بالبلد، تعرفون أنه كربلاء قبلة الزائرين، كربلاء والنجف كذلك هي يعني الرافد الآخر اللي هو يوازي النفط، فاليوم عندنا مشاكل كثيرة، مشاكلنا اتجاه الضرائب، مشاكلنا اتجاه الماء، اتجاه الكهرباء الغالية جدا جدا، يعني احنا نطالب انه يكون تسعيرة الكهرباء مثل الصناعي، ليش حسبونا تجاري بعشرة اضعاف؟ هذا سبب. سبب الاخر انه غياب آلية عمل الهيئة السياحة برؤوسها الكبار، لانه ناس غير مهنيين، ناس ادى هذا لعزوف اهل الفنادق، سدت أبواب فنادقها واتجهت إلى عمل آخر. تعد زراعة الذرة إحدى الزراعات التي تعود بمدخولات عالية على زارعيها حول العالم، لكن العراق يفقد آلاف الأطنان منها جراء الفشل الإداري كذلك الحكومي. الحسرة والألم تكتسيان نظرة هذا الفلاح إلى محصوله الذي أهدر من جهده وماله الكثير ليتلف بالمحصلة في مكانه بعد أن بات بيعه أو تسويقه عصيا بسبب إغلاق سايلو الحويجة. آلاف الأطنان من محصول الذرة الصفراء لم تستلمها الحكومة وتركت مرمية في العراء ليتلف الكثير منها بسبب التقلبات المناخية، ما جعل أصحابها يستنفذون الحلول مناشدين الجهات المعنية للنظر في أمرهم. وزارة الزراعة، وزارة التجارة، لحد الآن ماكو أي سبب يمنعهم من فتح سلوات الحويجة، مغلقة كلها، موجودة قوات أمنية حاميتها ومجهزتها، لكن ماكو أي سبب يمنعهم من فتح هذه السلوات. هاي الزراعة تشوفون هاي يمكم خاست زراعة نفط دائم، هسه صارت خراب دائم، خراب دائم. السايلو لم يفتح منذ تحرير القضاء قبل أكثر من عام بسبب تعرضه للدمار جراء العمليات العسكرية، والجهات المعنية لم تلتفت إليه حتى الآن على الرغم من طاقته الاستيعابية 20,000 طن بمدينة يعتمد سكانها في عيشهم على الزراعة بنسبة تتعدى 70%. من الصعب الظاهر أن نقدر نحل هذه المشكلة. الآن أنا موجودة شكوى عندي من الفلاحين بخصوص موضوع محصول الذرة، لأن هذا المحصول يعتبر محصول رئيسي للفلاح وللبلد، ولكن صراحة يعني توجد عدم الاهتمام بهذا المحصول وعدم الاهتمام حتى في الزراعة. من خلال فضائيتكم الناشد وزارة الزراعة ووزارة التجارة أن تهتم بالمنافذ التسويقية لتشجيع الفلاح. الحويجة سلة غذاء كركوك تلفظ فيها الزراعة أنفاسها الأخيرة، فاعتماد الحكومة على الاستيراد أثر بشكل سلبي كبير على هذا القطاع المهم. لقناة الفلوجة محمد الصالح، قضاء الحويجة. في مقابل ذلك حمل مدير زراعة كركوك زهير علي شركة ما بين النهرين مسؤولية التقصير في استلام محصول الذرة الصفراء من فلاحي الحويجة. نحمل شركة ما بين النهرين
التقصير باستلام، لأنه ساحات الحويجة ومعمل الحويجة هي جاهزة للاستلام وبالإمكان استلامها كساحات، لكن أكو تأخير بهذا. للعلم احنا فاتحنا وزارة الزراعة مكتب السيد الوزير، وإن شاء الله احنا منتظرين موافقة معاليه على أنه يوجه شركة ما بين نهرين الاستلام الحاصل الذرة الصفراء من المناطق جنوب كركوك بالتحديد، وبالإمكان أيضا استلام مناطق شمال كركوك، لأن الكميات اللي لازم تستوعبها هذه هي حسب الطاقات الخزنية لهذه، وأعتقد أنه الحويجة بالإمكان تستلم 8000 طن بالنسبة للشركة ما بين نهرين فرع الذرة الصفراء، وبالإمكان أيضا تستلم 5000 طن من قبل الشركة العراقية. وأعتقد أنه إذا فتحت خلال اليومين القادمين سيمتص كل الزخم اللي حاصل في بنافذ التسويق لهذا المحصول. من جانبه اتهم رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في كركوك حسام الجبوري شركة ما بين النهرين بتعمد الإضرار بفلاحي قضاء الحويجة، فيما تطرق إلى سايلو قصبة تازة قائلا إن الفساد الإداري استشرى فيه بشكل كبير. السبب الرئيسي أولا بعدم فتح سايلو الحويجة هو عدم وجود نية حقيقية من قبل شركة ما بين النهرين وشخص مديرها العام، رغم مطالباتنا المستمرة بفتح هذا السايلو وهذا المنفذ المهم، وكأنه هناك نية مبيتة لإلحاق ضرر كبير بفلاحي هذه المنطقة. تعثر عمليات الاستلام في سايلو تازة هناك فساد إداري واضح وكبير، وخلال زياراتي المتكررة وجدت أنه من يتم استلام الحاصل منه هم التجار بمعدل يومية 30 إلى 40 سيارة، وهناك مئات الفلاحين لا زالوا في العراء من أكثر من 10 أيام دون أن يقوم إدارة المعمل حقيقة باستلام هذا الحاصل، ووجدت هناك عصابات ومافيات من التجار تمنع تواجد الفلاحين في تازة، وهذا أمر يهدد السلم المجتمعي. وأنا اليوم قدمت مذكرة رسمية إلى السيد محافظ كركوك ونشرتها في موقع الاتحاد الرسمي، طلبت أنه وجود حماية جهاز مكافحة الإرهاب لغرض طرد العابثين وطرد الطارئين على السايلو والسماح للفلاحين بتسويق محاصيلهم. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها أيضا. طهران تعلن وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني هاشمي شهرودي. عزز الجيش التركي انتشار قواته على الحدود السورية وريف حلب الشمالي، حيث شهدت أرتال جديدة من الآليات العسكرية وهي تغادر ولاية كيلكس جنوبي البلاد. ومع قرار الانسحاب الأمريكي المفاجئ من شمال سوريا، ضعفت تركيا تحركاتها العسكرية في المنطقة، خصوصا بعد إعلان الرئيس التركي عن عملية قريبة ضد ما أسماها التنظيمات الإرهابية شرقي الفرات. من جانبه غرد الرئيس الأمريكي ترامب عبر تويتر مؤكدا أن أردوغان وعده بالقضاء على ما تبقى من داعش في سوريا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها سحبت 150 مقاتلا من وحدة نظام الدفاع الجوي في سوريا بعد أدائهم لمهامهم على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية المركزية الروسية قال في بيانه إن المقاتلين عادوا إلى روسيا على متن طائرة عسكرية من طراز IL-67. وكانت روسيا قد نشرت منظومتين للدفاع الجوي من طراز S-400 لحماية قاعدتيها العسكريتين في محافظة طرطوس وحميميم بمحافظة اللاذقية مع بدء عملياتها العسكرية في سوريا في أواخر عام 2015. نبقى في سوريا، حيث عرض مسلحون دبابة من نوع T-55 للبيع مقابل 120 ألف دولار أمريكي. وذكر تقرير روسي أن مسلحين منتفعين من الحرب الدائرة في سوريا أنشأوا سوقا سوداء بغرض تجارة السلاح فيها. وحسب ما ذكر التقرير فإن السوق عرض أيضا مركبة BMW للبيع مقابل 60 ألف دولار أمريكي.
أعلنت طهران وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني هاشم شاهرودي إثر تدهور حالته الصحية. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن شاهرودي نقل إلى العناية المركزة في إحدى مستشفيات طهران بعد تعرضه لوعكة صحية، لكنه توفي بعد دخوله في غيبوبة. وكان شاهرودي إضافة لمنصبه رئيسا لمجمع مصلحة النظام الإيراني يشغل منصب رئيس اللجنة العليا لحل النزاعات وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران وعضو مجلس صيانة الدستور. خفضت إيران موازنة الحرس الثوري والبسيج إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، مبينة أن التخفيض جاء نتيجة فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال استعراضه مشروع موازنة 2019 أمام البرلمان إن الموازنة تتناسب مع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، لافتا النظر إلى أن العقوبات أثرت عمليا ونفسيا في سوق العملات في إيران وساهمت في تدهور العملة الإيرانية. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. في ذكرى ميلاد المسيح صالح يدعو للوحدة والإصلاح، والخنجر يؤكد قرع أجراس الكنائس يعيد التعايش السلمي. تزامنا مع ذكرى الميلاد، عبد المهدي ورئيس وزراء الفاتيكان يبحثان في بغداد العلاقات الثنائية. أكثر من 115 ألف عراقي بين شهيد وجريح منذ 2012 تقول الأمم المتحدة. وتابعنا أيضا بسبب الفشل الإداري العراق يفقد آلاف الأطنان من الذرة الصفراء. المزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجة.تي في أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بحفظ الله.